يلا بقى حلوين دلوقتي. بص بقى لعبة السمك الجميلة دي، صياد السمك، لعبة جميلة جدا، وتعلم الطفل برضو وتعلم الأطفال بقى التركيز وتعلمهم الصبر، ماشي؟ لأن الأطفال دلوقتي بقت ما شاء الله عليها صبورة جدا جدا زي الكبار، صبورين قوي قوي وجميلة جدا. دي بقى تعلم الأطفال الصبر وجميلة خالص، ماشي، وتعلمهم برضو التركيز، حلوة قوي دي. هنا في لها 3 صنارات بيلعبوها 3 افراد مع بعض، ماشي، جميلة خالص، وبتحط فيها حجارة وبيبقى لها 3 الوان اهي من المكعبات، او اربع الوان من السمك، شكلها جميل، وبتلعب بال3 افراد، ماشي. هي بصوا نشغلها، شكلها جميل كده اهي، ونلعبها بقى بالشكل الجميل ده اهو. نحط بقى في السمكة اهو لحد ما تقفل عليها، وبعد كده نطلعها. ايوه شاطر يا عبد الله، برافو. ايوه مش عارفه جميله. ايه اصطدت واحده اهو، وانا اصطدت واحده. شاطر يا عبد الله، كل واحد بقى يختار له لون بقى ولا ايه. تركيز بقى، تعلم الاطفال الصبر شويه، عشان الاطفال بقت صبوره جامد قوي قوي. تعلمهم ايه التركيز برضو، يعني الألعاب دي بتبقى مفيدة وجميلة، وفي نفس الوقت ايه مسلية، يعني حتى تبعتهم شوية عن الكمبيوتر والتليفون، اللي بصراحة مبهدلهم خالص في التركيز بتاع، يعني مخليهم مش عارفين يركزوا خالص في حاجة خالص. بنفضل بقى نلعب اللعبة دي لحد ما نصطاد كل السمك، ماشي، واللي بيكسب بقى، وبتبقى لعبة جميلة وأهم مسلية ودمها خفيف. يعني اتمنى ان شاء الله اللعبه تعجبكم، وتجيبوا الالعاب المفيده دي عشان خاطر تتبسطوا بيها، واتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. مع السلامه.